رح نيجي نقول للسيجنالز انه two signals are orthogonal F omega t G omega t إذا ضربتهم وكاملتهم بالنسبة لأوميجا t وأخذت الأفرج تبع هذا التكامل 1 على 2 باي يساوي وكأنه هو هذا مثلا بيشبه إلى حد كبير بيشبه لو عندي سيجنال وسيجنال تاني بينهم 90 درجة فلو كان عندي مثلا الفولتج عبر اندكتر والكرنت إذا ضربت هذول الاثنين في بعض وكاملتهم فراح يعطيني كأنه الـ average active power بتساوي zero. فعندي مثلاً إذا signal كانت فرضاً sin omega t sin 2 omega t sin 3 اوميجا تي هذول كلهم بالنسبه لبعض اورثوغونال لو اخذت ساين اوميجا تي وساين 2 اوميجا تي وضربتهم في بعض وكاملتهم على 2 باي راح يعطيني الافرج 0 فبعتبر انه هذول التو سيجنالز اورثوغونال اي اي سي سيجنال ودي سي سيجنال يعني هاي مثلا هاي هون عندي ساين اوميجا تي اند كوساين اوميجا تي كمان اورثوغونال هذول السيجنالز orthogonal وإذا عندي هون DC component مثلا A and sin omega t كمان هدول هدول بعتبر signals orthogonal orthogonal هاي إلها frequency مختلفة هاي مثلا omega t 2 omega t 3 omega t n omega t ولذلك الهارمونيكس تبعت السيجنال لو قسمت سيجنال للهارمونيكس تبعتها من ايش راح تتكون الهارمونيكس تبعتها؟ راح تتكون من ساين اوميجا تي ساين 2 اوميجا تي ساين 3 اوميجا تي كوساين اوميجا تي كوساين 2 اوميجا تي كوساين 3 اوميجا تي ودي سي مضبوط؟ هدول كلهم اورثوغونال. اذا كانت السيجنال اورثوغونال بقدر اقول انه الار ام اس تبعت هاي السيجنال فرضا كانت فولتج في ار ام اس بتساوي في 1 ار ام اس تربيع زائد في 2 ار ام اس تربيع هذه صحيحه بس اذا هذول السيجنالز اورثوغونال ونفس هلا ما بقدرش اقول انه السيجنالز التاليه مثلا اورثوغونال لو عندي دي سي كومبوننت اي وبي اي وبي تو دي سي كومبوننتس لو كانت عندي هذه هون اي وهذه بي مجموع اي بي فاذا سيجنال بتساوي اي زائد بي لو اجينا قلنا اي زائد بي بتساوي سي وهذا فولتج من هون ولو اجيت اطلعت لو قلنا سي سكوير لا تساوي اي سكوير زائد بي سكوير لانه سي سكوير تساوي اي زائد بي تربيع واي زائد بي تربيع شو بتساوي؟ بتساوي اي تربيع زائد بي تربيع زائد 2 اي بي بس بالحاله هاي اي بي مش اورثوغونال فما بقدر اهمل هذا الترم اوكي؟ الاشياء اللي بتكون اورثوغونال بهمل الكروس تيرمز لانه الافرج تبعهم اوفر 2 باي 0 بس بالحاله هاي ما بصير اجي اقول لو عندي بطاريه عليها اي فولت وبطاريه بي فولت بعطوني الاثنين بطاريه جديده الفولتج عليها سي فولت ما بقدر اقول انه الار ام اس تبع سي بيساوي الار ام اس تبع اي زائد تبع اي زائد الار ام اس تبع بي بس هدول التيرمز كلهم الكروس تيرمز تبعتهم تكون 0 فبهاي الحاله الصحيحه بتكون اذا هدول السيجنالز لازم يكونوا اورثوغونال إذا كانوا هارمونيكس فهم باي ديفينيشن اورثوغونال مظبوط ساين اوميجا تي اورثوغونال مع ساين 2 اوميجا تي اورثوغونال مع ساين 3 اوميجا تي اورثوغونال مع كوساين اوميجا تي اورثوغونال مع كوساين 2 اوميجا تي واورثوغونال مع الدي سي كومبوننتس والكوساين والساين كمان اورثوغونال ولانه هذول كلهم اورثوغونال بقدر اجي اقول انه الار ام اس لاي سيجنال سواء فيها دي سي هي عبارة عن مجموع الـ RMS تبعت المكونات